باخد كوف اكتر مكان بحبه في المستشفى كلها هو المكتبة. يعني اول ما تدخل كده تلاقي ايه، يعني البرنس ده كده واقف بيسلم عليك بيرحب بيك. من النصائح يعني اللي بنصح بيها ناس كتير جدا، ان في ناس كتير جدا ما بتعرفش تذاكر في البيت. يعني انا كنت من الناس دي، طول فترة الكلية ما كنتش بعرف ان انا اذاكر في البيت، كنت بفقد او يعني بفقد تركيزي بسرعة في البيت، تمام، او بلاقي حاجات تشغلني شوية في البيت، تمام. يعني احنا اجتماعيين شوية، فعشان كده انا دايما كنت بفضل ان انا اذاكر بره البيت عشان احافظ على تراك المذاكرة لفترات كبيرة يعني. فكنت دايما يعني اشوف نادي اجتماعي معين اذاكر فيه، تمام، او المكتبة بتاعت الكلية او المستشفى اللي انا موجود فيها، طبعا فيها مكتبة، يعني اي مكان اجتماعي يخليني اذاكر لفترات طويلة يعني. فدي نصيحة انصحكم بيها.